كتابنا اللي اخترناه لحضراتكم النهارده في غرائب المساء هو كتاب صدر في الولايات المتحده الامريكيه 2018، صدر سنه 2018. كون مع حضراتكم الغلاف دلوقتي. كتاب دليل الصيد والسباحه في مقاطعه هند هنتردون في نيوجيرسي. تمام؟ طيب، واحنا بنتكلم اول ما تشوف كده الغلاف قدامك، طبعا بفكر حضراتكم هذه الكتب لو متاحه باللغه العربيه كنسخ مترجمه اصليه اقروها، مفيش هتدخل حضرتك على الكتب المتاحه كنسخ اصليه على الانترنت، هتعمل الترجمه الفوريه، بتكون بتسهل، بتقرب الكلام بصوره او باخرى، صحيح ما بتبقاش بدقه شديده في صياغه الجمل ولكن بتقرب المعنى، فحضرتك هتلاقي نفسك في محتوى مقارب للمحتوى الاصلي باللغه العربيه، فهتلاقي قصص ممتعه. مهم، الكتاب ده كتبه المؤلف جيم ماكركين وصدر سنة 2018. طبعا زي ما احنا شايفين بحيرة وأشجار والجو يعني في بعض الكآبة والخوف المرسوم على غلاف الكتاب. القصة بتبدأ أنه في بحيرة اسمها موجودة على سد نيوجيرسي في نيوجيرسي في الولايات المتحدة الأمريكية، ودي بحيرة صناعية. تمام؟ يعني شيدت أو صممت، مش شيدت بقى، يعني حفرت وجهزت هذه البحيرة لسبب هذا السد الذي بني عليها اللي هو سموه بعد كده سد نيوجيرسي. طيب، البحيرة دي مساحتها 9 كيلو متر مربع، مساحة كبيرة، وعمقها 55 متر. هذه البحيرة هي ثاني أكبر بحيرات هذه الولاية في الولايات المتحدة الأمريكية، تم عملها سنة 1960 وبعد كده فتحت رسميا للصيد سنة 1972. طيب، من وقت بقى سنة 72، من وقت فتحها لحد دلوقتي، هذه البحيرة سجلت حاجة غريبة جدا، تقريبا ما يعادل 26 حالة اختفاء. اختفاء بمعنى أن هذه الحالات قيدت كحالات وفاة، ماتوا ولكن الجثث اختفت. كل شوية بيظهر قصة أو حكاية جديدة، تقريبا على مدار المدة الزمنية دي ما فيش سنة إلا ما سجلت حالة وفاة اختفاء أو حالتين وفاة اختفاء غامض وبيقيد بعد ذلك كوفاة. أول حكاية كانت طبعا سموها بعد كده مثلث برمودا نيوجيرسي من كتر الغموض اللي موجود فيها والقصص المرعبة اللي اتعملت أو رصدت عنها، كتب عنها أكتر من كتاب، ده آخر كتاب صدر عن هذا الموضوع، هتلاقوا فيه قصص أخرى غير كمان اللي احنا بنختصرها مع حضراتكم هنا. خلينا نقول إن الحكاية بدأت من سنة 1973، كانوا أول ضحيتين لهذه البحيرة واحد اسمه توماس ترامبل والتاني اسمه كريستوفر. الاثنين دول كانوا في مركب قارب صيد صغير وبعدين دخلوا جوه شوية في البحيرة، بعدين فجأة اتقلب القارب بتاعهم والناس بدأت بعد فترة لما شافوا القارب وكده بدأوا راحوا عدلوا القارب يدوروا على الجثتين، مش موجودين. غوص لأسفل قاع البحيرة وغير وغير، وبحث شديد جدا في البحيرة اللي مساحتها 9 كيلو، مش موجودين. خلاص قيدوا كحالات وفاة في أو غرق في هذه البحيرة. بعد كده سنة 74 برضو في حالتين اختفوا. بعد كده بأربع سنين اختفى شخص اسمه كريج ستير وشخص اسمه أندرو. الاثنين دول اتشافوا لآخر مرة برضو على متن قارب، كله ناس داخلة صيد، قوارب صيد بتدخل بتتقلب بيعدلوها مفيش جثث. تسلسل بقى لحالات اثنين مع بعض أو واحد لوحده لأكثر من مرة تقريبا بمعدل كل سنة وبحث عن الجثث ولكن الجثث تختفي مش موجودة. حطوا لها أكتر من حكاية وأكتر من قصة لحد ما الموضوع طبعا تكرر، ملقوش أي جثث إلا جثة واحدة كانت لشخص اسمه لوسون، لقوها بعد أربع سنوات، يعني بعد أربع سنين لقوا الجثة، اشتبهوا إن هي جثته، لكن الباقي كله قوارب بتنقلب وبعدين بيتم عدلها ما بيلاقوش الجثث وبيختفي الناس اللي كانت موجودة فيها. لحد سنة 1993 في شخص انقلب بالقارب بتاعه برضه ولكن كان معاه صديق اسمه ريموند بار. ريموند تم إنقاذه فورا وقال إنه حس بحاجات غريبة وحس بقوة جذب بتجذبه لتحته، وحكى حكاية كده هتلاقوا موجود التفاصيل بتاعتها داخل الكتاب، ولكن صديقه الآخر اختفت جثته أيضا تماما، يعني هو غرق قدام الناس ولكن اختفت الجثة. طيب طبعا كل المحاولات دي خلت بقى السلطات في الولايات المتحدة الأمريكية تبدأ تفكر يا ترى البحيرة دي فيها ايه وقصتها ايه. بدأ الموضوع في البحث من سنة 77، جابوا بحيرة، البحيرة المسؤولين في المكان جابوا للبحيرة سفينة فيها مجموعة من الغواصين المتخصصين، والسفينة فيها أدوات معدة للبحث في قاع البحيرة، يدوروا يشوفوا الجثث، ما لقوهاش، شوفوا أي حاجة غريبة في قاع البحيرة، مفيش. بعد كده تسلسل الموضوع لما تكررت الحكاية سنة 1999، جابوا مجموعة ووحدات
مدربة طبعا يعني بالشكل بقى حديث في التسعينيات، جابوا مجموعة مدربة على البحث في قاع البحيرات والأعماق السحيقة وحاجات زي كده، بدأوا يدوروا ويشوفوا ما فيش أي أثر موجود لأي جثة من الجثث اللي اختفت ولا أي أثر لأي شيء في قاع هذه البحيرة. الموضوع غامض ومريب جدا. طيب ما اكتفوش بكده، لحد ما جم سنة 2006 تسلسل بحثي، عملوا إيه؟ جابوا غواصة، قالوا احنا هنجيب غواصة تنزل في قاع هذه البحيرة، تتجول في المكان كله، تمسح التسعة كيلو مسح، تدور على أي أثر لل 26 جثة أو حالة وفاة واختفاء اللي حصلت في الفترة اللي فاتت. نزلت الغواصة، كانت المفاجأة إن الغواصة في البحث في قاع البحيرة ما لقتش أثر لأي شيء نهائي. استكشاف وغواصة وغواصين وكشافين ويخرجوا وينزلوا، قعدوا لمدة أسبوع يدوروا عن أي شيء له علاقة بأي جثة من الجثث اللي اختفت في البحيرة، مفيش. طبعا الموضوع كان دقيق جدا، أجهزة حديثة جدا وروبوت ومش عارف إيه وحاجات بالشكل ده، ولكن لم يتم العثور حتى على بعض المتعلقات الخاصة بالناس اللي كانت في القوارب، اللي كان القارب لما بيتقلب الحاجة بتسقط تحت، فالمفروض إن هم يلاقوا أي شيء متعلق بأي حاجة من الحوادث اللي حصلت. ما فيش أي شيء. هنا اتسجل الموضوع كحاجة غريبة وحالات الاختفاء بقت غامضة، وبقى في تحذيرات من النزول للبحيرة، من السباحة على شاطئ البحيرة، من الغوص فيها، من حاجات كده بدأ بيبقى فيه تنبيهات، بدأ يبقى فيه تنبيهات بأنه يعني ما تصطادوش، ما تدخلوش في أعماق أو في مساحات بعيدة في البحيرة، خليكم في المساحات القريبة. كل الحاجات دي بدأت الناس بقى إيه، الإنسان بقى بطبيعته يطلع قصص بقى وحكايات. التحليلات اللي صدرت عن الموضوع أو الناس اللي كانت بتكتبها وبتقول فيها، قالك في أرواح شريرة موجودة في قاع البحيرة. هذه الأرواح جت من إيه؟ إن السكان الأصليين للمنطقة دي اللي هم كانوا بيطلق عليهم الهنود الحمر، اللي الأمريكان حكينا حكايتهم قبل كده، الأمريكان مسمينهم سموهم الهنود الحمر، لكن هم لا كانوا هنود ولا كانوا حمر، كانوا بس بشرة ملونة شوية، كانوا السكان الأصليين للمكان. المهم قالوا إن الهنود الحمر، ما يسمى بالهنود الحمر، هم اللي كانوا ساكنين المكان ده، وبعدين كانوا عاملين مقابر، المقابر طلعت لما اتعملت البحيرة الأرواح بتطلع تخطف الناس وتشده. دي حكاية من الحكايات اللي خرجت هناك. حتى المجتمعات على فكرة الغربية برضو بتطلع نفس القصص بتاعت العفاريت بتاعتنا والأرواح والحاجات دي. الحاجة التانية قالك طيب لا، في حاجة تانية، انه لما جم يعملوا البحيرة كان في ناس ساكنين في المكان، فالدولة قالت لهم اخرجوا، ما خرجوش فأغرقتهم في البحيرة. طبعا شيء خزعبلاتي، ولكن في العصور دي قد يحدث. في الولايات المتحدة الأمريكية كان في عنصرية وتعامل سيء جدا، وقيل ان المنطقة كانت من السود اللي كانوا موجودين او اصحاب البشرة الملونة واغرقوا. دي حاجة تانية، والأرواح برضو بتطلع تاخد الناس. حاجة تالتة اللي ليها شكل علمي شوية، إن هذه المنطقة أو أسفل البحيرة في بعض جذوع الشجر كتيرة جدا كانت موجودة، وعلى جانبي البحيرة في جذور للشجر ممتدة تحت وخارجة في المية، وبالتالي قد يكون إنه البحث فعلا فشل وهما بيدورون ما قدروش يدخلوا في المناطق دي، ومع الوقت الجثث كانت بتعلق في الجوانب الخاصة بهذه الشجيرات أو الشجر اللي موجود تحت المية والجذوع والجذور، وبالتالي الجثث بتتحلل وما كانوش بيوصلوا لحاجة. يبقى الموضوع مريب، قصص رعب أكثر إثارة ولكن واقعية وحقيقية وبحثية أيضا موثقة ودقيقة في هذا الكتاب اللي بنرشحه لحضراتكم للقراءة بالنسبة للناس اللي بتحب القصص الغريبة وحكايات الرعب الحقيقية. الكتاب للمؤلف جيم ماكركين، صدر سنة 2018، غلافه موجود مع حضراتكم شايفينه، دليل الصيد والسباحة في هنتردون في نيوجيرسي. بنصح حضراتكم بقراءته والاستمتاع بالحكاوي الحقيقية اللي موجودة فيه.